ترند النهارده ايه؟ مغرب كرواتيا، طبعا مباراه وانتهت بفوز المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث 2-1 على المنتخب المغربي الشقيق، ولكن كل التهنئه لشقائنا في المغرب، كل التهنئه لاسود الاطلس على ما قدموه على مدار البطوله. كفايه قوي وصل المربع الذهبي، اول مره في التاريخ نجد منتخب عربي منتخب افريقي يصل للمربع الذهبي. كان المنتخب المغربي الشقيق كان عندهم فرصه كبيره وادوا افضل مباريات ليهم في هذه البطوله. كل التحيه لاشقائنا في المملكه المغربيه على ايضا الوصول للمربع الذهبي. النهارده بنتكلم احتلوا المركز الرابع بعد فوز كرواتيا على المغرب النهارده في مباراه اليوم 2-1.